اما هلا حنروح لاولى مساحاتنا الصباحيه. سلمى، قديش صار التكنولوجيا وقديش صارت وسائل التواصل الاجتماعي اخذت حيز كثير كبير من حياتنا؟ يعني خلينا نبلش من انفسنا، يعني معظم وقتنا ماسكين الموبايلات. صحيح. ومن موقع لثاني، طبعا هذا العدوى حتى للاعمار الكبيره، للاطفال الصغار، يعني هي موجه خلينا نقول، وكان لها تاثيرها السلبي والايجابي، وفي بعض الناس راحت للسلبي اكثر من الايجابي. صحيح رشا، وبالعموم دائما بنحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي ودائما بنتناول اثارها ان كانت الايجابيه او السلبيه، وبنقول انه بالنهايه هي وسيله، ما نخلي هي الوسيله هي تستخدمنا، لازم نعرف امتى وكيف نحن نستخدم الوسيله وليس العكس. اليوم رح نحكي اكثر بالتفصيل عن الفرق بين طبعا سلبيات وايجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف انا بقدر استثمر الايجابي منها بحياتنا بالعموم. كل هالتفاصيل رح تطلعنا عليها ضيفتنا الاستاذه ولاء لحلح، وهي اختصاصية بالتنمية البشرية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح جميع المتابعين. صباح الخير استاذه ولاء، اهلا وسهلا فيك. عم نحكي اليوم عن موضوع يمكن هو من اساس حياتك ايضا، ومن خلال عملك اليوم يمكن معظم وقتك عم تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين السلبي والايجابي بهذا الموضوع، يعني خلينا هيك نتوسع اكثر. هلا بالمجمل التكنولوجيا هي لها كثير سلبيات، وكمان على المنحى الثاني لها كثير ايجابيات، وخاصه نحن بالعصر الحالي بالوقت الحالي نحن بعصر الانترنت، يعني اغلب وقتنا عم يكون عم نقضيه على النت، عم نقضيه على التليفون، عم نقضيه على اللابتوب، فنحن نحاول نستغل هي المواقع وهذا الوقت بشيء يفيدنا، يعني مثل ما في سلبيات كمان في ايجابيات. خلينا بالبدايه نحكي عن الايجابيات، يعني في بعض الاشخاص بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتطور من حالها، ممكن وسيله عمل، ممكن تزيد الثقافه، ممكن تطور من ذاتها. بالمقابل بالمنحى الثاني بالجانب الاخر في اشخاص لا، هن بيستخدموا السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بس انه لاضاعه الوقت. يعني بالنسبه للجانب الايجابي اذا بدنا نحكي بشرح مفصل، فنحن اليوم من خلال الانترنت قادرين نكون عمل بسيط، يعني على سبيل المثال التسويق كتير منتشر، موضة التسويق على الانترنت، إن كان ملابس، إن كان عقارات، إن كان أي إن كان الموضوع، ففينا من جانب أول موضوع التسويق، فينا من الجانب الثاني الدورات الأونلاين. يعني أنا من الأشخاص اللي قدمت أكثر من 100 دورة أونلاين، وكان إلي شرف تدريب أكثر من آلاف الطلاب. هذا الأشخاص اللي بدهم يستفادوا من مواقع التواصل الاجتماعي. كمان في أشخاص وفي صبايا أنا بعرفها، مثلا في صبية هي عندها حب الطبخ، فحابت صارت تعمل مشروع الخاص فيها عن طريق النت، عن طريق الفيس، عن طريق الواتس، عن طريق هاي المواقع، صارت تنزل صور طبخاتها وتبيع، يعني كونت مشروعها الشخصي من طريق وسائل التواصل الاجتماعي. بالمقابل في صبية تانية كمان عندها حب لصناعة الاكسسوار والحرف اليدوية، كمان نفس الشيء. فهذا التليفون او هي وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين. صحيح. حسب انت، حسب عقلك، حسب برمجة عقلك الباطن بتستخدم هذا السلاح. يعني اذا نحكي عن الاشخاص السلبيين كيف ممكن يأثر عليهم وسائل التواصل الاجتماعي تأثيرات سلبية، ممكن تلاقي طول الوقت هو بس مثلا فاتح على لعبة، او ممكن عم ينزل بوستات سلبية، ممكن عم ينزل كلمات محبطة، بالتالي هي الكلمات وهي البوستات رح تأثر على الآخرين. يعني مجرد ما أنت قرأتي مثلا نكتة ممكن تضحكي، تحكيها للأشخاص اللي قريبين منك كمان هم يضحكوا شوي، أما مجرد ما قرأتي مثلا بوست حزين، بوست كئيب، عدوى، القصة عدوى بصير، تمام، بتصير تنتقل بالعدوى إن كان سلبا أو إيجابا. فنحن نحاول قد ما فينا نكتسب وسائل التواصل الاجتماعي ككل في سبيل التطور والعلم والمعرفة. أكيد. ويمكن أستاذة ولاء نحن بالفترة الأخيرة شهدنا تغير كبير بالنظر لوسائل التواصل الاجتماعي بعد كورونا بالذات، يمكن صار في كتير ناس عم تطمن على بعض من خلال هاي الوسيلة، رجعوا شوي يستخدموها فعلا للتواصل مو للانعزال إذا فينا نقول. ولكن خلينا نميز شوي بين الأعمار اللي بتستخدم هاي الوسائل، وهون تكمن المشكلة الحقيقة بوسائل التواصل الاجتماعي، بين شخص قادر على التوعية وكونترول وبين شخص غير قادر فقط عم يستخدمها أو عم تستخدمه مثل ما قلنا. أكيد. هلأ أولاً الفروق العمرية بتلعب دور، ثانياً الشخص نفسه. يعني إذا بدنا نعطي مثال مشان يكون كلامنا أقرب للسادة المشاهدين، فرضاً ربة المنزل ممكن تعطي ابن التليفون طفل صغير بعمر 5-6 سنوات، تفتح له على اليوتيوب على برامج أطفال وتنسى ابنه،
لبين ما تطبخ وتغسل وتعمل وتساوي البيت كله. فانت هون عم تجمدي عقله للولد، عم تخليه محصور كل تركيزه بمشاهده افلام هالكرتون. لا، انت فيك تكافئيه لهذا الولد، تعطيه التليفون كمكافاه. فرضا انا حسب عمر ابني بطلب منه اي امر ضمن المنزل، انه ماما ساوي هيك، فهو بس ساوى هذا الامر اللي انا طلبته منه بعطيه التليفون كمكافاه. هون انا عم حسس هذا الطفل انه انت على قدر اكبر من المسؤوليات، عم بعزز ثقته بنفسه لهذا الطفل، فهو بصير بالتالي رح يسمع كلمه الام اكثر، ورح يتبرمج انه انا التليفون او اذا بدي احضر يوتيوب هي مكافاه لي. بالنسبه لفئه الشباب، خلينا نحكي هلا الفئه الاكثر انتشارا والاكثر استعمالا لوسائل التواصل الاجتماعي هي فئه الشباب. فكمان بالمقابل حسب ظروف الشخص نفسه، حسب فئته العمرية، حسب ظروفه النفسية، وحسب ظروفه الاجتماعية. يعني للأسف في أشخاص بتلاقي حالة مسمية حالة على الفيسبوك جرح السنين، ألم الماضي. طب ليش؟ دائما دموع. ليش؟ يعني أنت مجرد ما قرأت هالاسم فوراً رح تخطر ببالك ذكرى سلبية، مجرد ما شفت هالاسم فوراً رح تتذكر مشاعر سلبية. فنحن نحاول حتى ضمن الصفحات اللي نشترك فيها، حتى ضمن الجروبات اللي نشترك فيها، نشترك بالأمور اللي فيها بهجة، اللي فيها معرفة، اللي فيها نوع من الفائدة، إن كان لحياتنا اليومية أو لحياتنا الاجتماعية أو لحياة العمل. يعني في معلومة أنا حابة أذكرها، كتير في صفحات بتنشر معلومات قيمة، فنحن نحاول نحفظ يومياً 10 معلومات من هاي الصفحات. نحن بهي الحالة شو عم نعمل؟ عم نقي نفسنا من مرض الزهايمر. للأسف مرض الزهايمر هو مرض العصر، مو بس عند فئة الكبار بالعمر، خلينا نقول حتى فئة الشباب. اللي نسيت، حطيت هالغرض ما عاد لقيته، نسياني، ما بعرف شو صار. يعني مرحلة النسيان عم تتطور وتصير زهايمر عند الكبار بالعمر. فنحن ننشط دماغنا، ننشط عقلنا الباطن، ما نخليه خلص نعمل له بلوك، ناخذ المعلومة مثل ما هي، لا، نحفظ، نضيف معلومات لحياتنا، نجدد هذا العقل، نخليه في حالة نشاط، ونحاول قد ما فينا نكون إيجابيين بأعمالنا، بأفكارنا، بالبوستات اللي مننزلها، وحتى ضمن التعليقات. يعني أحياناً بتلاقي تعليق مثلاً مثل أنا والله صارت معي مشكلة، مثلاً واحدة متخانقة هي وزوجها، هدول الجروبات تبع الصبايا. ما أنت بالتالي عم تعملي تغذية راجعة على عقلك الباطن، ممكن تتذكري نفس المشكله اللي انت مريتي فيها، ممكن ترجع تعمل نفس الخناقه، انت عم تعملي تتذكري عم تتذكري كل الموقف. فنبلش من نفسنا، نبلش من حالنا، نكون ايجابيين بكلماتنا، بافعالنا، باقوالنا، بالتالي هالايجابيه رح تنعكس على حياتنا ككل. اكيد استاذه ولاء، يعني ولكن رغم كل الايجابيات، لو نحن ما فينا ننكر انه هي اثرت بشكل كثير سلبي على حياتنا الاجتماعيه، يعني كتواصل. يعني اليوم نعرف من حالنا، صرنا احيانا نبعث مسج تهنئه على الماسنجر، نعزي على الماسنجر، نبعث بوكيه ورد، قال انه هيك صوره بوكيه. يعني احنا اليوم تخلينا على كثير من واجباتنا الاجتماعيه، ومرقت فتره كورونا عززت هي القصه، يعني فتعودنا عليها بشكل كثير كبير. يعني يمكن شغلي الايجابيه الوحيده هي الصوت والصوره، انه اذا حدا مسافات بعيده تقدري اليوم تتواصلي معه. خلينا نتوسع اكثر، ويعني نحكي اليوم شو كان التاثير بالعلاقات الاجتماعيه وصله الرحم. هلا بالنسبه لصله الرحم فهي فرض وواجب، يعني ما فينا ننكر هذا الشيء. في حال كان الاشخاص مسافه بعيده بين الاقارب، فممكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن اتصال، ممكن مكالمه فيديو. يعني وخاصه هلا الاشخاص يلي بعاد مثلا عن اهلهم بحكم دراسه، بحكم عمل، بحكم اي ظرف معين، فممكن تعزز هون التواصل الاجتماعي. اما من الجانب الثاني فممكن تكون انعزال، يعني بتلاقي الشخص كل النهار ماسك تليفونه وسارد، يمكن ما بيقوم عن التليفون الا اذا حس حاله جوعان او اذا بده يقوم يشرب مي. فنحن نحاول قد ما فينا نعمل بريك بحياتنا، بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الانترنت ككل. بالنهايه الحياه ما انا من خلف شاشه، وقد ما انا حكيتك او عبرت لك ان كان تهنئه او عزا بعيد من هون او ايا كانت المناسبه، بضل الوش لوش اقرب. صحيح، بضل الوش لوش تعبيره اوضح. فنحن نحاول انه نستخدم هي الوسيله بالطريقه الصح. يعني اي شيء بحياتنا فينا نستخدمه من ناحيه ايجابيه، كمان فينا نستخدمه من ناحيه سلبيه. قد ايش سلمى اخذت حيز، يعني انه صار في بعد اليوم، ما فينا ننكر هاي القصه. يعني اكيد صار في بعد، هون بترجع للشخص نفسه. يعني بنلاحظ بعض الامهات بتعاقب اولادها، بتقول لهم انا رح انفش الراوتر. انت بتعذبوني، بدي انفش الراوتر.
فهي بالحقيقة هون بيكون الحق على الأم، الحق على الأب، الدور الأول والأساسي الحق على الوالدين، لأنه هن القدوة الأولى للأبناء، هن المثال الأول للأبناء. فأنت ما فيك تخلي النت متاح كل الوقت، لهيك قلنا نحن بحاجة دائما أنه يكون في عنا كنترول، وأكيد لازم يكون في أعمار صغيرة. يعني مثل ما قلتي قبل شوي أنه الأم متعودة تعطي الولد التاب أو الموبايل مشان يلتها وتكمل هي شغلة، ومن ناحية فهي عودته، وقت تيجي بعدين بدها تعمل عليه تقنين أنه لا بس ساعة أو ساعتين ما عاد يمشي الحال، خاصة هلا أيام المدرسة تماما، يعني ما عاد يمشي الحال. أنا إذا ما قعدته 12 ساعة على الإنترنت وبعدين برجع بتقول له بدي ساعة واحدة باليوم، صار صعب كتير. فهون هي يعني حتى التعليم، ثقافة التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، إذا بنعطي بس شوية معلومات للي عم يتابع، أكيد لازم يكون في رقيب على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني أنا ما بصير أعطي ابني التليفون وهو يسرح على الإنترنت، على الفيسبوك، على الإنستغرام، على التليجرام. لازم يكون في رقيب خاصة للفئة العمرية الصغيرة. من ناحية تانية للأسف اليوم بعض الأشخاص يعني تحط لك جنب اسمه أستاذ أو مدرب أو خبير، بالمقابل ممكن يكون نفس الشخص بنفس الاختصاص بيضيع المعلومات عند المتلقي. يعني فرضا الطرف الأول، الخبير الأول أو المدرب الأول نزل معلومة إنه يجب استخدام كذا أو لازم نعمل كذا، بالمقابل الطرف الثاني من نفس الاختصاص وبنفس الصفة اللي هو عم يقدمها نزل العكس تماما، فهم بصير في ضياع عند الشخص المتلقي. فنحن نحاول قد ما فينا ناخذ المعلومة الصح من الشخص اللي هو على قدر المسؤولية من هاي المعلومات، قد ما فينا يكون في نوعا ما اتزان ما بين حياتي العائلية، حياتي الاجتماعية، وما بين عالم السوشيال ميديا. يعني نحن ما بصير كل الوقت نضل على التليفون، معلش نعمل بريك، ناخذ استراحة، نتعرف على العائلة من أول كبروا الأولاد كبروا. طبعا حضرتك ذكرتي نقطة انه انت رحتي قمتي بكورسات كثير لشباب والصبايا، اليوم هذا الاحتكاك يمكن خلاك تتعرفي اكثر على مشاكلهم اكثر، همومهم اكثر، يعني بعيدا اليوم عن الوضع الاقتصادي والضغوط اللي عم نعيشه، ولكن دائما الشباب عندهم مشاكلهم الخاصة. يعني اليوم شو اثرت، هل زادت وسائل التواصل الاجتماعي المشاكل عند الشباب، او كيف اثرت بالشكل السلبي او الايجابي؟ هلا هون بترجع للشخص نفسه، يعني نحن ما فينا نقول انه والله اثرت بشكل كثير سلبي او اثرت بشكل كثير ايجابي، حسب الشخص نفسه. يعني في مقوله بتقول لك ان لم تكن نورا لنفسك فلن تضؤك كل انوار الكون. اذا انا شخص سلبي، اذا انا شخص نكدي، اذا انا شخص بلحق الحزن بلحق الهموم، فبالتالي رح ياثر اي شيء بحياتي تاثير سلبي ورح تزيد هاي السلبية معي. طبعا بدنا ناخذ بعين الاعتبار نتيجة هاي السلبية، لأنه بالفطرة الإنسان بيولد بطبيعته إيجابي، فالغير الطبيعي أنه يكون الشخص سلبي. فإذا كانت هاي السلبية ناتجة عن صدمة نفسية مثلا أو عن مشكلة معينة، فهي فترة مؤقتة ورح تمر، رح يقدر يتجاوز هاي المشكلة ويتخطى هاي الصدمة. أما إذا كانت هاي السلبية بالمجمل سبب مرض نفسي، فهون بدنا نضطر نلجأ لطبيب نفسي، وكمان نضطر نلجأ لاستشاري نفسي أسري بفضفض بيعبر عن هاي المشاعر اللي جواته، لأنه السلبي بيعدي السلبي الآخر والإيجابي كمان يعدي. يعني الإنسان مثل الإسفنج بيتأثر ويؤثر بالآخرين. يعني كلنا عنا بحياتنا الشخصية هذا الشخص اللي كتير بشوش، اللي ضحكته ما بتفارق وشه، فمن قله بالعامية والله القعدة معك بترد الروح. هي العبارة صحيحة علميا. بالمقابل في أشخاص تانيين ما صدقت إيه ما تراحت، ما صدقت إيه ما تخلصت حتى، لأنه الكلام السلبي أنت عم تسمعي عم تطلقي عم يتخزن عم ياخد مساحة من عقلك لو ما فكرتي فيه. فنحاول قد ما فينا نكون إيجابيين مع أنفسنا أولاً بعدين مع الآخرين. أنت هدول الأشخاص بينزعوا لك مودك خلال نهارك. صحيح يعني صحيح رشا، موجودين إنهم يعني أكيد أكيد. ويمكن أوقات تضطري أنك تتقابلي بهذا النوع من الأشخاص، لا مفر ولا مهرب، وخصوصا لما بيكونوا معك بقلب الشغل اللي ما فيك تهربي منهم. ولكن دائما بنقول اسمع وطنش، مثل ما خليه يطلع يفوت من هون ويطلع من هون. كمان يعني كانت عم تحكي فكرة رشا مهمة، خلينا نركز عليها. كل مرحلة عمرية مثل مثلا مرحلة الشباب بيصير في سمة عامة، يعني مثلا بيقولوا لك هذا جيل الترند هلأ، يعني اللي بيلحق على الانترنت شو في طالع صرعه، شو في شيء جديد، شو في ما الى ذلك. سابقا يعني
خلينا نقول جيل التسعينات تقريبا كان التكنولوجيا والفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي اقل، فكان اهتمامه بالموسيقى وبالاغاني وبالبلاي ستيشن وما الى ذلك اللي كان وقتها هو دارج اكثر. هلا هذا الجيل انوصم بوصمه مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ايه صعب اليوم صار السيطره على هذا العمر؟ نحن صغار فينا نتحكم، بس مع الكبار شو ممكن نعمل؟ هلأ هون بننصح الأهل أنه خلال فترة المراهقة لهذا الابن يلي عندهم اللي هي أكثر فترة حساسة، فمننصح يركزوا على نقاط القوة بشخصيته. يعني مثلاً أنا ابني عنده موهبة الرسم، خليه يرسم وينزل صور من رسماته على مواقع التواصل الاجتماعي لحتى يشغل تفكيره نفس الشيء. تمام، لحتى ينشغل التفكير بهذا الأمر بموهبة الرسم. التعليقات الإيجابية، التعليقات المدح رح تعزز ثقته بنفسه، رح تكون دافع إيجابي كبير له لأنه ينمي هاي الموهبة ويأصقلها أكثر. كمان مثلاً إذا صبية فينا مثلاً إذا هي مثلاً ما لها مرأة بالدراسة أو ما نحب تكفي دراسة، في مجالات تانية، في مواهب تانية مثلاً موهبة الحلاقة، موهبة الطبخ، موهبة التجميل، فنحن نحاول نحط الإنجازات على وسائل التواصل الاجتماعي، نكون ترند بشيء مميز، يعني نترك أثر إيجابي لأنه الإنسان بالنهاية رح يبقى أثره، فنحاول هذا الترند يكون شيء إيجابي، هذا الترند يكون شيء جيد، هذا الترند يكون شيء بيعطي الآخرين فائدة. طيب ست ولاء، هيك خلينا نقول الدقائق الباقية اليوم رحنا بهذا الوقت للمشاريع الصغيرة، واليوم هي خلينا نقول التسويق الأول لإله هو وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم شفنا نساء كتير راحوا بالحياكة، راحوا خياطة، حلاقين، خلينا نقول الاكسسوار يعني. ونحن اليوم ضمن صباحنا دائما عم نستضيف هدول الأشخاص اللي طوروا ونموا هي الموهبة من خلال التواصل الاجتماعي. اليوم من خلال خبرتك اليوم، يعني إذا حبيت تأسسي مشروع لأي سيدي اليوم عم تتابعنا أو لأي حدا اليوم يكون عنده مشروع خاص بضمن الظروف، شو هي الأساسات المهمة اليوم نحن مفروض نتبعها ضمن وسائل التواصل الاجتماعي اقتصاديا يعني تسويقيا؟ خلينا نقول هلا اولا بدها تعرف هي وين عم تسوق. يعني انا ما فيني اسوق لمهنه معينه ضمن جروب عقارات مثلا، بالنهايه عقلك هو سيد الموقف، يعني عقلك هو المحرك الاساسي لمواقفك ولظروفك وهو اللي بياثر على حياتك ككل. فانا اولا بدي اعرف المكان المناسب اللي انشر فيه او يلي سوق فيه للماده الاعلانيه او للمشروع اللي انا حابه اسسه. ثانيا بلش بالاقارب، بلش بالجيران، بلش بالمعارف. بعدين كمان الفكرة الثالثة اللي بدنا نحطها بعين الاعتبار انه تعمل شوية عروضات، يعني شوي تكسر بالسعر مثل ما بنقول بالعامية. موضوع الدعاية والإعلان كتير مهم لأنه الناس أغلب وقتها عم تكون على الإنترنت، فممكن يكون النت هو نقطة انطلاقة لبداية أي مشروع لأي سيدة أو لأي شاب. يعني مثل ما ذكرت ببداية حديثي، أنا يعني عن معرفة شخصية في شيف طباخة بتطبخ وعملت مشروع من على النت، بلشت تطبخ تاخذ صور لهي الطبخات وتنزلها، هلا عندها تواصي من قبل باسبوع بدك توصيها. في صبية تانية بتشتغل بالمناكير والاظافر كمان هيك بتعرض على النت، صار لها زباين، صار لها اسمها، صار لها جروب كبير، اعداد متابعين كثار. بدنا نحط ببالنا انه طلوع السلم درجه درجه. كمان في صبيه ثالثه، هلا ما يفكروني من حازه للصبايا بس هذا الواقع. كمان في صبيه ثالثه عندها حب الاعمال اليدويه والاكسسوار، فهي حتى قدمت دورات اونلاين علمت باقي الصبايا انه كيف يصنعوا الاكسسوار، عملت جروب خاص فيها. المهم المثابره والاصرار، ناخذ الشيء الايجابي يعني. والمثابره والاصرار، انا ما فيني اليوم والله نزل عن شغلي وسوق لشغلي بطريقه صح وثاني يوم والله ماني رايقه فما بنزل عن شغلي، لا، بده يكون في مثابره، بده يكون في نيه، بده يكون في اصرار، وبده يكون في تحدي. كمان نقطه بدنا ناخذها بعين الاعتبار انه حيكون في منافسين، فيفترض انا يكون عندي شيء مميز لاقدر كون هذا الاسم والناس تلحق هذا الاسم. أكيد طبعاً. يعني بقيالنا كم دقيقة قبل ما نختم الفقرة اليوم، نصائح بتحبي توجهيها بالعموم لكل يلي بين إيديه مثل ما فينا نقول اليوم الكمبيوتر أو اللاب أو الموبايل أو أي وسيلة عم يدخل من خلالها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن كان كيف بيقدر يحمي نفسه، إن كان كيف بيقدر ينشط خليني أقول نفسه من خلال هاي الوسائل ويكون مفيد لنفسه ولغيره. هلا نحن ضمن التنميه البشريه في عندنا قانون اسمه قانون الربع ساعه،
فنخصص ربع ساعة من وقتنا لعقلنا، نخصص ربع ساعة من وقتنا لنطور ذاتنا. فيني أنا من خلال النت أفتح أخذ فكر جديدة، أخذ أفكار جديدة، أخذ معلومات جديدة. مثلا ممكن أتعلم لغة جديدة، إن كان إنجليزي ولا فرنسي ولا أي كانت اللغة، حسب ميولي أنا وحسب اتجاهاتي أنا بأخذ الشيء اللي بيفيدني ضمن حياتي. أكيد قد اليوم مهم احنا نتبع هدول النصائح. واليوم يمكن الخوف اكثر شيء سلمى على الاطفال، يعني اليوم من تجارب شخصيه نحن عم نحاول نعمل كنترول بس نحن ما بتزبط معنا يعني. صحيح. فبنقول يعني ضمن هلا كثير احنا بحاجه اليوم للتشبيك، ان كان بين الاهل وبين المعلمات بالمدرسه. اليوم بهي النقطه احنا كيف نروح بالايجابي ونبعد عن السلبي، ودائما خلال لقاءاتك انت بتركزي على موضوع التاسيس والتشبيك بين المعلمات وبين الاهالي. أكيد هلا بالنسبه لموضوع الاطفال، ففينا نحن بدل ما نفتح لهم على اليوتيوب على افلام كرتون، فينا نفتح لهم مثلا يتعلموا الاحرف ان كان عربي او انجليزي. حتى ضمن المدرسه عم نلاحظ في بعض المدارس عم يكون عندهم شاشات عرض، فمثل ما الطفل عم يتلقى المعلومه بالمدرسه عن طريق شاشه عرض، كمان انا كأم فيني ضمن المنزل خلي هذا الطفل يتلقى المعلومات الجديده عن طريق مثلا اليوتيوب. مثلا اليوم مثلا نتعلم الاحرف العربيه، بكره بدنا نتعلم الاحرف الانجليزيه وطريقه الاغنيه. حتى علميا هالشيء مثبت انه كل ما الانسان استخدم حواس اكثر كل ما رسخت المعلومه بالذاكره اكثر. فطريق المشاهده اولا حاسه البصر، ثانيا حاسه السمع. فهالشيء رح يعزز انه هي المعلومه تضل راسخه لفتره اطول بذاكره هذا الطفل. فنحاول قد ما فينا يعني نعمل كنترول على اولادنا، بالنهايه هن امانتنا وهن مسؤوليتنا. نعطيهم اليوتيوب للشيء الايجابي، للشيء اللي ممكن يفيدهم، للشيء اللي ممكن يكون لمصلحتهم. اما افلام كرتون فنخليها بريك، خليها مكافاه بين فتره وفتره. اكيد بالختام بدنا نشكرك استاذه ولاء على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بنتمنى الكل يكون استفاد. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لحضورك اليوم ويومك حلو. شكرا لكل المعلومات اللي ذكرتيها. شكرا لكم.